سيدتي. ما الذي جاء بك؟ هذا الكتاب جئت أعيده إلى المكتب. من أذن لك باستعارة الكتب؟ أنت يا سيدتي. إنها كتب زوجي ولا أريد أن يمسها أحد. إنها ذكراه. يا لها من ذكرى. هل كان قارئا عظيما؟ على الأقل كان قارئا مثقفا. إذا أنا أقلدك. الفأر لا يقلد أسدا. شكرا. أنا فأر كتب بالفعل. طالما أنك تعرف قيمتك فأنا أمنعك من دخول المكتبة. لكن سبق لك أن سمحت لي باستعارة الكتب. غيرت رأيي. وفاء لذكرى المرحوم. يبدو أنك تجاوزت الحدود، ولهذا فأنا آمرك أن تتصرف ضمن وظيفتك. سائق لا أكثر، فهمت؟ سائق لا أكثر. أعرف، أعرف بأنني سائق ولست طيارا، ولكن لا داعي للاستمرار في إهانتي. ثم لست أدري لماذا أصابك هذا التحول المفاجئ. أي تحول؟ هل سبق أن عملتك أكثر من سائق؟ لست أدري. يظهر أن هناك سوء تفاهم. أنت أنقذت حياتي فعاملتك بلطف من أجل هذا لا من أجل شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ سيدتي، إنني أنتظر الجواب. هل خطر ببالك يوما أنني قد... من سمح لك بالخروج مع مها دون علمه؟ هل من مانع؟ ألف مانع. لا أريد لأحد من الخدم في هذا القصر أن يتصرف دون إرادتي. أنا لست خادما هنا. كف عن إهانتي. لا ترفع صوتك هكذا. احترميني فأخفض صوتي. أنت لست جديرا بالاحترام، ولو كنت كذلك لما حاولت أغواء فتاة بريئة مثل مها، خاصة وأنا أشك في أن ماضيك كان نظيفا. إنني معجب بمها، ومن حقي أن أعجب بمن أشاء، وأرفض أن يتدخل أحد بشؤوني. إذن اذهب وأعجب بمن تشاء، لكن خارج هذا القصر. فليكن، اعتبريني مستقيلا. موافق. وداعا. انتظر، انتظر لتأخذ تعويضك. لا، أنا من نوع الخدم الذين لا يحتاجون إلى تعويض. سأترك مفاتيح السيارة عند البستاني. اعتني بصحتي. أنت شديد الاهتمام بصحتي. من الطبيعي أن أهتم بصحة سيدة كنت أخدمها. هل آتي لك بالدواء؟ لا، لكنك تبدين متعة. منفعلة لا أكثر. أنا آسف. لا، أنا التي تعتذر. قد أسأت إليك. إساءة إلى خادم لا تعتبر إساءة.
هل أنت كذلك؟ شكرا. الآن يمكنني أن أذهب وأنا محتفظ بمكانة خاصة في نظرك. دائما كانت لك مكانة. وداعا. مصمم على الرحيل؟ سيدتي، عندما يشعر أحدنا أن حريته مقيدة يصعب عليه احتمال القيد. بإمكانك أن تبقى وأن تمارس حريتك. هذا موقف آخر. موافق؟ موافق. لقد منعتك من الخروج مع مها. بإمكانك أن تخرج حيث تشاء. وأنت، ألم تحتاج إلي هذا المساء؟ لا، سأذهب مع المحامي إلى النادي. هذا أيضا موقف آخر.